كابتن عامر، كابتن عامر، فرصه وانت بتتكلم كده، هل في فرصه ان شاء الله في القريب العاجل ان احنا يبقى في زياده في عدد الجماهير اكبر؟ احنا الحمد لله الرابطه بتاخد خطوات كل شويه في زياده عدد الجماهير يوم بعد يوم، هل في خبر سعيد قريب ممكن نسمعه؟ والله هو طبعا النائب احمد دياب واخد الملف دوت بالكامل بتاع الجمهور، وبالتالي هو على اتصال دائم بالجهات كلها. عظيم. الموضوع ده مش امني بس، احنا في الجهات كلها على اتصال بيها. عظيم. وبعدين اول ما بيلاقوا الوقت المناسب بيفاجئونا على طول الاباء كده بالقرار ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله يبقى في قرار كده كويس ان شاء الله مع بدايه الدور الثاني بعد امم افريقيا ان شاء الله باذن الله. كابتن عامر حسين، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري ورئيس لجنه المسابقات برابطه الانديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات. انا احترم دائما المسؤول اللي عنده ردود وردود منطقيه ومفهومه وواضحه المعلومات، بحترم كده، عشان كده بحترم الكابتن عامر حسين جدا.